اهلا بيكم مشاهدي قناة اغابي في برنامج لقاء الاجيال. معنا الان شخصية تملك قلبا يشتعل بالحب والغيرة لكنيستنا القبطية، يحمل في قلبها حب جارف للجميع، ونستطيع ان نقول بملء الفم ان كل من تعامل معه اجمع عن حب جارف له، وهو يعرف بالاسقف الصعيدي. اتى من احدى مراكز اسيوط وأتم دراسة الهندسة المدنية بجامعة أسيوط وبتفوق، وترهب في دير من أعمق وأقدس الأديرة حيث أقامت فيها العائلة المقدسة أكثر من 6 أشهر، وهو دير المحرك بأسيوط بجبل كوسكام. ثم اختارته العناية الإلهية للخدمة ليكون أسقفا على إبرشية نقادة وكوس أو كوز ونقادة سيدنا عشان ما حدش يزعل. وبدأ رحلته التعميرية، حيث بدأ في تعمير 8 أديرة وفي كثير من الكنائس، حيث عرفت إبرشيته بأنها كالشعلة التي تنير للصعيدة كلها. معنا الآن نيافة الحبر الجليل الأنبا ميمن، أسقف نقادة وكوس. أهلا بنيافتك معايا يا سيدنا النهاردة. أهلا بك يا ماريا المذيعة النابغة، وأهلا بقناة أغابي، قناة المحبة اللي بدخلت كل بيوتنا المحبة، على رأسها الأسقف المحب حبيبنا الغالي نيافة الأنبا بطرس، وكل طاقم العاملين في قناة أغابي. أهلا بكم وشكرا على هذا اللقاء. سيدنا عايزين نسأل نيافتك، هل يا سيدنا لنشأة نيافتك في الصعيد كان ليها تأثير على شخصية نيافتك في حياتك في مرحلة الشباب ومرحلة لما نيافتك بقيت أسقف؟ طبعا هي الشخصية بتتكون، البيئة لها تأثير مباشر على تكوين الشخصية الإنسانية بصفة عامة. وأنا طبعا واخد كتير من طباع الصعيد، طباع فيها إيجابيات كتيرة، وقطعا أنا ليا سلبيات كتيرة يعني، لكن فيها شق إيجابي رائع جدا، ساعدني جدا في الخدمة في الإبرشية، وخصوصا أن مكان خدمتي في الصعيد الجواني وأنا بنطق الجيم مع الطشة، إبرشية نجادة وجوس، وجوس ونجادة زي ما انت خدت بالك، فأنا لازم أخد بالي. ناس صعيدة وناس محترمين، واللي يتعامل معاهم باللغة بتاعتهم يكسبهم ويربحهم كل الناس سواء مسيحيين أو مسلمين. طب معروف عن نيافتك يا سيدنا الأسقف الصريح، بتحب تصارح الناس على طول، مش بتحب تقول أي حاجة كده أو كده، هل يا سيدنا الصراحة كانت منذ نشأة نيافتك ولا لما بقيت أسقف؟ لا، هو الحقيقة لما بقيت مسؤول كان لازم أبقى صريح جدا، وخصوصا المسؤولية بتاعتي مسؤولية روحية، وإن كان في داخلي غيرة وحب للشخص اللي أنا بصرحه فهو من أجل مصلحته ومن أجل أبديته، ومفيش محاباة للوجوه من أجل الأبدية، الأبدية فوق كل شيء، خلاص النفس ده أغلى قيمة عند الله وعند الشخص، فما ينفعش أبدا الواحد يجمل غلط إطلاقا. لا، أنا أكون صريح بس أقدم صراحتي بمحبة، أقدم صراحتي بلطف برضو يعني ما جرحش اللي قدامي بقدر الإمكان، أقدم صراحتي بأدلة يعني صراحتي تبقى مقنعة للي قدامي وأنا مقتنع بيها، ولو ظهر فيها حاجة غلط في صراحتي دي أنا عندي الاستعداد القوي إن أنا أعتذر قدام الناس وأعتذر قدام الشخص نفسه اللي أنا أسأت له من أجل الأبدية. الأبدية قيمة غالية،
ودي مسؤولية قدام الله لا يجب المحاباة فيها ولا المجاملة فيها بأي شكل من الأشكال. وطبعا لما أقول الأبدية يعني الكنيسة بصفة عامة، مصلحة الكنيسة بصفة عامة، مصلحة الكنيسة بتاعتي بصفة خاصة، مصلحة الشخص نفسه. يعني لما أقول أبدية يعني أقصد ما تحويه وما يوصلني للأبدية. علشان كده أنا يعني صراحة أقصر الطرق اللي الواحد يوصل لنتيجة فيها بسرعة شديدة. يعني أتمنى أن أنا دايما أبقى صريح وأنا حاطط قدام عيني مبدأ كان قداسة البابا شنودة مثلث الرحمات ربنا ينيح نفسه وطول عمر سيدنا البابا تودروس دايما يذكرني ويقول لي حط هذه قدام عينيك يا أمبابيمن، أن مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها عند الرب. طب احنا عرفنا من كلام يافتك ان الصراحة سيدنا شيء ايجابي، بس في ساعات كتير احنا مش بنعرف نوضح للناس صراحتنا او بنخاف من قدامنا ان هو يزعل، فبنحاول نجيبها له بطرق مش بنقولها بكل صراحة. عايزين نفهم ايه معنى الصراحة اللي احنا نقدر نواجه الناس بيها. انا لما جاوبت على سؤال الصراحة قلت لحضرتك ان انا وضحت فيا هذه الصفة لما بجيت في موقع المسؤولية، لكن قبل موقع المسؤولية أنا مش مطالب أن أنا يعني أتواجه مع حد ولا أقول لفلان ده أنت عملت كذا أو المفروض تعمل كذا، لأن دي مش طالما مش في موقع مسؤوليتي يبقى مفيش داعي أن أنا أواجه الشخص اللي قدامي. يمكن موقع المسؤولية بتاعي وهو درجة رفيعة وغالية وعظيمة جدا لا استحقها وهي درجة الأسقفية بتدي نعمة وبتدي قبول لدى الآخر، فأنا لما أقول له هو بيقبلني إن سيدنا وده أبونا وده أبويا اللي بيخاف عليا كده. لكن لو أنا شخص عادي واروح أواجه شخص قدامي عادي يقول لي بأي سلطة أنت بتكلمني؟ تكلمني ليه؟ وعلشان ايه؟ وانت احرجتني وانت جرحتني. لا، يعني لازم اللي هيصارح يبقى عارف موقعه من اللي هتتم مصارحته ايه. يا ترى هو صديق وغالي فنتحاجج ونتصارح، يا ترى هو زميل، يا ترى هو صاحب، يا ترى هو اخ، يا ترى هو مين، وما الدالة اللي عندي ليه وعنده ليا لألا أفقده بما يسمى بالصراحة. بعدين زي ما قلت لحضرتك نمرة اتنين، أنا الدافع بتاعي روحي لكن العلماني ربما يكون الدافع بتاعه روحي، ولكن ربما الدافع بتاعه يبقى اجتماعي، وربما الدافع بتاعه يبقى غيرة، وربما ربما ربما. فلازم نبقى واخدين بالنا مش اي حاجة اسمها ان انا الصراحة واقول الصراحة، لا، احسب نفسك، احسب الموقع بتاعك، احسب الدالة بتاعتك، احسب المسؤولية بتاعتك. يا اما لو عرفت حاجة عن واحد تاني ممكن اصرحه بس بطريقة غير مباشرة، ان انا اقول لأب اعترافه، ان انا اقول لمسؤول عنه، ان انا ابلغ والديه، ان انا اعمل اي حاجة من هذا القبيل بحيث ان انا اوصل له اللي جوايا. وده ودي تبقى مصارحة برضو، دي تبقى مصارحة. لكن ناس كتير بتاخد مبدأ المصارحة بتجرح مشاعر اللي قدامها وتقول دي مصارحة. المصارحة إيجابية زي ما حضرتك قلتي بالضبط، لازم تطلع بنتائج إيجابية، ولو جات بسلبيات يبقى أكيد المصارحة فيها حاجة غلط. طب يا سيدنا، بفضل طبعا محبة نيافتك وكرمك الكبير، نيافتك بتستقبل كل سنة في مهرجان الكرازة شباب الصعيد كلهم وبتستقبلهم وبتعمل لهم احتفالات. عايزين نعرف يا سيدنا ايه الاستعدادات اللي نيافتك والدير بيقوم بيها في التحضير قبل المؤتمر وفي حفلة الوداع، وايه الصعوبات اللي ممكن تقابل نيافتك، وايه هي
ايه اللي نيافتك بتقدمه لنا في مهرجان الكرازة؟ هو الحقيقة طبعا مهرجان الكرازة فكرة أبونا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة، علشان يبقى فيه شيء منتج ومثمر لكل أولاد وبنات الكنيسة طوال فترة الصيف، والدينامو المحرك للمهرجان والمخطط والمهندس الرائع جدا حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، وهيظل شباب طول عمره، ربنا يطول عمره ويخليه. وطبعا معاه حبيبنا الغالي نيافة الأنبا رفائيل، ومن يستجد ومن يأتي يعني من الأباء اللي هيساعدوهم في خدمة الشباب. المهرجان اللي جناه بيفجر طاقات للشباب. فكرة الكنيسة العامة دايما مسيطر علي، يعني همي مش في كنيستي بس، يعني ما تشغلش بكنيستي بس ولا الإبرشية بس، ربما كبرياء مني، ربما أنا مش عارف يعني، لكن أنا دايما عيني على الكنيسة العامة، الكنيسة بصفة عامة. عشان كده لما ربنا كرمني وبدير الملاك واشتغلت فيه ولقيته ينفع ويصلح نحن نوفر مجهود آلاف من أبنائنا وبناتنا اللي كانوا بيسافروا لمراكز بحري، وده كان بعبء مادي وعبء معنوي، وياما ولادي وبناتي تعبوا وديناهم مستشفيات وهم رايحين وهم جايين، لما كانت المسابقات كلها بتتم في مركز الفيوم ومركز أبو تلات في اسكندرية، فكان ده صعوبة شديدة جدا. فالحمد لله شافوا المركز عندي ويعني قبلوه. طبعا عندنا أماكن للأنشطة الروحية، كنائس أشكر ربنا أكتر من مكان، في مكان للأنشطة الثقافة الأنشطة المختلفة زي الكورال زي المسرح زي الأوبريت زي الأنشطة أنشطة الحرف اليدوية، أنشطة الفن، أنشطة اللغة القبطية، أنشطة امتحانات روحية، في أماكن كتير، بالإضافة أماكن للنشاط الرياضي. والمكان نشكر ربنا واسع ومتسع، وإن كان لسه طالب المزيد والمزيد والمزيد، علشان خطر الشمس شديدة جدا في فترة الصيف زي ما انت عارفة، فبزرع أكتر وأكتر زراعات علشان يبقى فيه ظل، وبنعمل مظلات، وبرضو العدد اللي بيجوا من 14 إبرشية في يوم الطفولة بيوصل ل 15,000، يعني بيجوا حوالي 8,000 طفل لغاية من كي جي 1 لغاية 6 ابتدائي، ومعاهم والديهم ومعاهم الجدود أحيانا جايين يشوفوا أحفادهم وهم بيتسابقوا. فاليوم ده بيبقى يوم عالمي يعني بيبقى الواحد مشدود شدة شديدة جدا. طبعا ببقى عايل هم أول حاجة، الحاجات اللي بتخوفني السفر لا يحجج، يعني ربنا يسر على كل أولادنا وبناتنا وهم رايحين وهم جايين، لأنه المشوار يعني ببقى خايف من الطريق. برضو تاني حاجة ببقى خايف إن الإمكانيات الدير مثلا النور يقطع، فالكام جنريتور اللي موجودين يا ترى هيقاوموا؟ الحمد لله الستر مستورة معايا لغاية دلوقتي، يعني البدائل لازم تبقى موجودة، المية ما تتقطعش، في أساسيات، في أساسيات بتبقى موجودة. احنا بنحاول من قبل ما يجي المهرجان نهيئ منطقة الملاعب ونهيئ المسارح المسرح والمكان اللي بيعرضوا فيه الأوبريتات وكل الأماكن وأماكن الإقامة. لو في طبعا أنا عندي حوالي من 250 ل 350 خادم وخادمة بيقيموا إقامة كاملة جوا الدير. طبعا الليدرز بيبقوا طاقم من اسقفية الشباب وخدام وخادمات اسقفية الشباب والمكرسات يصل ل 65،
لسبعين واحد واحدة اللي هم مسكين الحركة بتاعت كل قطاعات المسابقات بتاعت المهرجان، والمعاونين ليهم خدام محليين من الإبرشية من نجادة ومن جوص. طبعا بيبقى جهد زيادة قوي، بس بنبقى فرحانين جدا ان نيافة الأنبا موسى بيكون موجود الفترة كلها، نيافة الأنبا رافائيل بيكون موجود الفترة كلها. كثير من الآباء المحيطين بنا بيكونوا حاضرين معانا، بيجوا أيام، يا إما بيجوا أيام مع شبابهم، يا إما بيجوا في حفلة الختام، وده كله يعني بيعمل حاجات جميلة جدا. أحيانا يقولوا مفيش ثمر روحي، ده شوية أنشطة، بس أنا بقول لا، أنا بكون شخصية مسيحية سوية، نفسها سوية. البنت تقف تقدم عرض، تعرف تكون من شخصيتها وتتكلم زي حضرتك كده، ما انت مذيعة وانت صغيرة، ده تكوين شخصية، انها تعرف تواجه وتتكلم وتعرض وتسأل وتجاوب. برضو الولاد بتوع الكشافة وهم بيشتغلوا، اللي بتوع الأوبريت لما يتوافقوا مع اللي معاهم، وهكذا. نحن نكون شخصية مسيحية سوية على أسس ومعلومات صحيحة، سواء المعرفة بتاعته دي معرفة روحية أو معرفة ثقافية. يعني احنا بنعمل مسابقات في الشعر مثلا، والنثر والقصة والمقال، ده كلها تنمي الشخصية وتطلع شخصية مسيحية سوية. الشخصية دي سهل جدا انها تبقى منتجة ومثمرة روحيا. فأنا لو أنا نجحت في هذا الشق ان أنا أطلع السوياء يروحوا الكنيسة ويتعاملوا مع الكنيسة، يبقى أنا نجحت إن أنا أهيئ للمسيح شعب عظيم جدا، ومهيئ إنه يبقى مثمر ومنتج ثمار روحية. سيدنا، نيافتك بتعمل في مجال التنمية في الكنيسة، عايزين نعرف يا سيدنا إيه معنى كلمة تنمية في مفهوم الكنيسة، وإيه هي الخدمات اللي هي في مجال التنمية الكنسية؟ التنمية جاية من نمو، يعني واحد بيكبر ينمو، يعني جاية من النمو. والتنمية في المفهوم الكنسي هو يعني ال- 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 الهم الرئيسي للتنمية هو إخراج إنسان مسيحي متكامل نفسيا وروحيا وجسديا واجتماعيا. هي دي التنمية. إن قدرت أنا أطلع الإنسان يقدر يتعامل مع المجتمع ويبقى منتج في المجتمع بتاعه، يبقى أنا عملت له تنمية حقيقية. لكن القديس يعقوب قال ما ينفعش يجي لك واحد جعان ولا واحد عطشان وتقعد تديله روحيات، توكله في الأول وتكسيه وبعدين يديله الروحيات. تتبع لهذا الأمر إن أنا لازم أعمله تنمية اقتصادية، إن أنا أحسن البيئة اللي هو عايش فيها، المكان اللي قاعد فيه، يعني أشجعه على التعليم، أعمل له محو أمية لو هو كبير في السن، أبتدي أديله أعلمه مشروعات اقتصادية تنموية، بدءا من تربية الحيوانات الصغيرة، فراخ، أرانب، مش عارف أي بط، أي حاجة من الحاجات الصغيرة. لو هو ما يعرفش يشتغل حاجة أكبر يعني، بس احنا أجيب له ديب فريزر صغير وهو قدام بيته كده موصل الفيشة ويبيع حاجة ساقعة في الصيف. يعني في أشغال حرف صغيرة، يا إما لو هم أصحاب حرف يدوية زي النول والنسيج أشجعه أن يعمل النول والنسيج، يا إما يقدر يشتغل والست تتعلم مثلا في مشغل أنها تيجي أنها تعمل تفصيل وحياكة وتبعياته وهكذا. نفضل نعمل تنمية لغاية ما الأسرة دي تقدر تاكل وتشرب وتعتمد على نفسها، أعمل لها سبورت
لازم اعمل لها تدعيم واتحمل الفترات الاولى ويبقى فيه مخاطره وفي نسب نجاح ممكن تبقى قليله وبعدين ممكن تكبر مع تلافي الاخطاء والتقييم. وبعد كده اثناء ما انا بعمل كده فانا بقيت مصدر خيره، اقدر اديله مسجات روحيه، يروح الكنيسه يصلي، يعترف، يتناول، يطلع عياله وولاده وبناته، يعلمهم لغه كويسه، يبقوا لابسين حلوين، وهكذا التنميه افضل انمو بمستوى الشخص من جميع الجهات. يعني احنا نعمل نادي ثقافي، نجيب مكتبة ونعلم الناس في القرية انهم يجروا، ونجيب لهم تلفزيون ونذيع ليهم بعض الافلام مثلا او البرامج الهادفة، ونشغل لهم القنوات المسيحية زي قناة أغابي الحلوة اللي احنا فيها دهيا، وهكذا الناس بتتنمى ثقافيا. ونعمل لهم نادي رياضي لو نملك، لو في المكان متسع، ونعمل طبعا زي ما قلت لحضرتك التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، نعمل لهم رحلات، نطلعهم من القوقعة اللي هم فيها دي. كل دي تنمية، تنمية الإنسان، كل الإنسان الإنسان بما يحيط به، هي دي التنمية اللي احنا بنحاول نعملها في الكنيسة. بس الهدف السامي جدا وهو تنمية روحية علشان يعرف طريق الله، هو ده. لكن لو عملنا ده كله بدون التنمية الروحية، يبقى احنا فاقدين الهدف. لكن احنا الهدف الأساسي ان انا ادوجه حلاوة ربنا واقول له ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. بس نيافتك سيدنا حلو، نيافتك وضحت النقطة ان في النقطة اللي هي نرفعهم الأول تنمية، نساعدهم مساعدات ان يكون عندهم فلوس، ان هما مش هيقبلوا مننا أول حاجة ان احنا نديهم مسجس روحية ونقول لهم المسيح كان بيقول كذا وكذا. طبعا ده مهم جدا، لان في بعض الخدام بيفتكروا ان أهم حاجة نروح نقدمها خدمة ان احنا نقول لهم عن الانجيل والصلاه والمسيح وكده، وهم ما يكونوش لسه قبلونا. لازم ادخل لهم صح، وادخل لهم من الحته اللي وجعاهم وتعباهم واريحهم فيها. لو هم حسوني ان انا حسنتهم بالامور المحسوسه ده هيقبلوني، وبعدين الامر بعد كده كل اللي انت عايزه تقوليه لهم بعد كده هتقدر توصل بيه وتطلع بنتائج كويسة قوي قوي قوي. حلو طبعا المسج الروحي، وده شيء جميل جدا، زي ما ده القديس يعقوب قالها صراحة، الجعان والعطشان أكله وشربه وبعدين قوله اتكلمه عن ربنا. لكن ما ينفعش أبدا نحن نعمل غير كده يعني. طب معروف عن نيافتك يا سيدنا أن نيافتك بتحب القديسين قوي بس بتحارب الدروشة، لاني عايزين نعرف يا سيدنا ايه الفرق بين حب القديسين والشفاعه والدروشه. لاني ساعات كتير يا سيدنا احنا تلقائيا مثلا لما نقع في مشكله نقول القديس ده هيحل لي المشكله والقديسه هتحل لي المشكله، واروح المكان ده الناس بتقول فيه زيت بينزل حلو قوي، وبننسى عمل ربنا. عايزين نعرف يا سيدنا ايه مفهوم الشفاعه في كنيستنا القبطيه. حاضر، انت اديتيني سؤال مركب. الدرويشة جاي من كلمة درويش، والدرويش اللي دار وشه وقال اديني لله، عمل كده بالظبط يعني، ومش راضي يشتغل، لا راضي يشتغل ولا 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 ولا، ومكسوف قال يعني خجلان، وبيقولوا ادوني. دي الدرويشة، يعني انت بقيت عالي على المجتمع، ما بتعملش اللي عليك وعايز المجتمع يعولك، فده كلام مش كويس. احنا بعرك جابينك تاكل خبزك، ومسيحنا علمنا ان احنا يعني لازم نعمل ونعمل بقوه، والحساب في الاخر قال ايه؟ يجازي كل واحد كنحو اعماله. يعني اللي ما عملناش وعمل جاد وايجابي يبقى احنا اتصرفنا غلط. الدرويش هو من يطلب طلبات
وزي ما قلت لك مش عايز يتعب، يعني طالب مش راضي يذاكر، عايز نتيجة حلوة. وعايز نتيجة حلوة ازاي يعني؟ طب ازاي يعني؟ يعني ازاي انت عايز البابا كرولوس يقف معاك وزي ما رمينا يقف معاك والعضلة تحللك؟ يعني ايه؟ لا طب انا اصلا هروح لابونا فلان، وابونا فلان ده راجل بركة عشان يصلي لي. روح، دي دروشة. الشفاعة الحقيقية هي ان انا اقوم بكل اللي مطلوب مني واطلب بركة القديسين، الله يبارك العمل اللي انا عملته. ده شيء جميل جدا، لكن ملغيش العطايا بتاعت ربنا ليا من عجل وإرادة وفكر ومعرفة وإمكانيات، دي كلها ربنا اداهن عشان أتاجر وأربح بيها، وبعدين أروح أقول لا ما ربنا اللي هيحلها، ما البابا كرولوس هيتشفع لي، ما ماري مينا مش عارف هيعمل إيه، ما أمنا مين هتسوي إيه، ونقعد نقول كلام ما ينفعش. ده مش منطق أبدا. إلهنا مش إله كسالة، إلهنا جد جدا، كان يمشي في الصبح وباكر وبالليل وفي الظهر، كان على طول بيسعى وتعبان جدا عشان يعلمنا نتتبع خطواته. فمسيحنا يعني تعب شديد جدا على الأرض، وإحنا مش عايزين نتعب. ملك الملوك ورب الأرباب تعب وعرج، تعب وجاهد، تعب وعطش، يعني أقول إيه تاني؟ يعني إحنا مش عايزين نبذل أي مجهود. هو كان يقدر يعمل كل اللي هو عايز يعمله، هو قاعد من غير ما يشاور، حتى مجرد ما يفكر الحاجة تجيله ويعملها ويخلصها. لكن هو علمنا لابد أن نتعب ونجاهد ونستثمر الإمكانيات اللي اداها لنا ربنا. لما تتم نقول له متشكرين يا رب، سواء طلبتها من ربنا ببركة القديسين أو طلبتها من ربنا مباشرة، مفيش يعني ربنا هيفرح بينا ونحن نبذل الطاقة اللي معانا مهما كانت قليلة ونديها له في إيديه، هو يبارك ويفرح بيها. عندي 5 خبزات وسمكتين، خدهم يا رب، واللي مطلوب كتير ياخدهم ويباركهم ويشكر ويقسم ويدي، يشبع الجموع ويزيدوا 12 جفة، وهكذا. عندي حب الزيت وشوية دقيق، ياخدهم ويباركهم ويفضلوا يستخدموهم لغاية ما ربنا يدي طل ومطر من السماء في أيام إلي. احنا عددنا قليل يا رب، 12 تلميذ و70 رسول، هنروح فين في الامبراطورية الرومانية والفارسية؟ وده هنكرز ازاي ونعمل ايه؟ استعالوا انتوا بس، هديكم الروح القدس وايه؟ روحوا. وقال الى كل المسكونة، بل خرجت اصواتهم، كل المسكونة اصواتهم وصلت. ايه ده؟ ده عدد قليل، لكن في يد الله، بس نعمل اللي علينا. ما ينفعش نعمل ما نعملش حاجة خالص ونقول ما ربنا هو اللي اشتغل، دي الدروشة. الشفاعة نوعين طبعا في كنيستنا، شفاعة توسلية وشفاعة كفارية. شفاعة الكفارية دم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية، لأن شفيع هو ربنا يسوع المسيح بخصوص مغفرة الخطية. دي شفاعة ما فيهاش منافسة. في شفاعة توسلية وأمثلتها كتير جدا في الكتاب المقدس، في العهد القديم والعهد الجديد. يعني ربنا مع أصحاب أيوب يقول لأصحاب أيوب لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب، روحوا خلوا أيوب يقدم ذبائح عنكم ويصلي من أجلكم. الله، طب ما أنت يا رب هو موجود. لا، ما دي شفاعة توسلية، إن فلان يصلي من أجل فلان. ليس لهم خمر في عرس قانا الجليل، أم العذراء راحت دخلت عند ربنا يسوع المسيح، ليس لهم خمر. مش وقتي، ده مش دلوقتي يعني لسه، لكن عشان خاطرك يا ست الكل، حاضر. راح جايم وراح بارك ووزعوا الماء، تحول الماء إلى خمر. الشفاعة التوسلية كتيرة كتيرة كتيرة، سواء بين
احياء بين من انتقلوا وناس عايشه ومن ناس عايشه وناس انتقلوا. الشفاعه موجوده وفي الانجيل وموثقه في الانجيل عهد قديم وعهد جديد. ده كلام مفهوش مفاوضه. وسؤال كده جميل، هي الشياطين مش بتحاربنا وارواح الاشرار بتحاربنا والناس الاشرار بيحاربونا مش كده؟ اليس من عدل الله زي ما سايب الشياطين تحاربنا والاشرار يحاربونا والناس الوحشين يحاربونا يسيب الملائكه تشفع فينا وتصلي من اجلنا؟ ده من عدل الله وارواح القديسين تصلي من اجلنا وتشفع فينا والناس اللي عايشين على الارض البركه يصلوا من اجلنا؟ ده من عدل الله انه يعني زي ما سايب دول سايب دول ايضا، وانا اللي صاحب انا الميزان، انا العداله، انا اللي اعرف يعني اطلب شفاعه القديسين امتى واقف في وش حرب الشياطين امتى وهكذا. الشفاعه ثابته في كنيستنا والقديسين معانا احنا في القداس الالهي المجمع ده، مجمع القديسين اللي عايشين معانا اللي كانوا معانا وراحوا السماء. احنا لسه في مجمع سابق من مجمع الكنيسه المقدسه اعترفنا بقداسه البابا كيرلس السادس. البابا كيرلس السادس انا من ضمن الناس اللي حصلته، انا ما اتعاملتش معاه لكن طلبت شفاعته وصلواته وهو شفيع الطلبه واحنا طلبه، يعني انا حصلته. الله، ده واحد نعرفه، ده واحد بنحبه، ده واحد لنا علاقه بيه وهكذا. القديس الانبا ابراهام ده اسقف القرن القديس القرن العشرين، الارشدياكون حبيب جرجس، قديسين كثيرين وقديسات كثيرات عاشوا معانا واحنا شفناهم ولمسنا حياتهم وراحوا السماء. هم على الارض كانوا بيصلونا ولا لا؟ اكيد كانوا بيصلونا ويطلبوا من الله من اجلنا. طب لما يروحوا عند المسيح هينسونا ازاي بقى؟ ازاي؟ وبعدين انا دايما شفت حد من الاباء قال مثل جميل جدا على الشفاعه في الكنيسه القبطيه، يعني قال الكنيسه هي جسد المسيح والمسيح هو راس الكنيسه. ده كلام معروف، تمام؟ طيب اللي كنيسه اللي على الارض جسد المسيح وكل واحد فينا عضو في جسد المسيح. طب العضو ده انتقل من السماء من الارض راح السماء، يا ترى انفصل عن جسد المسيح ولا لسه ثابت في جسد المسيح؟ ثابت طبعا، ده سبوك، ده هو العضو الثابت في جسد المسيح. طب الاعضاء دي مش المفروض يحبوا بعضهم بعض حسب الوصيه ويصلوا بعضهم لاجل بعض؟ تمام. فاذا اللي بينتقل بيحبني وانا على الارض، واللي بينتقل بيصلي من اجلي، عشان كده انا هنا على الارض اعمل له تمجيد وهو يشفع فيا في السماء، واحنا كلنا في جسد المسيح. وراح قال هذا التشبيه الجميل، المسيح هو الراس والذين انتقلوا هم منطقه الصدر والذراعات والذين على الارض الرجلين. الكل بيكون جسد المسيح، بس شيء طبيعي لما الرجلين تكون عايزه حاجه من الراس ما تقول لي الايد، يا الايد قريبه على طول توصل لودن المسيح على طول بالأولى كده. فالشفاعة ثابتة في عقيدة الكنيسة وفكر الكنيسة وجوايا طبعا، وده الشفاعة تعاش أكتر من إنها تتحكي. والشفاعة شيء أساسي موجود معانا وبركة عظيمة لإحساسنا بعدم الاستحقاق. لكن لا تستخدم الشفاعة بعمال على بطال، يعني مطلوب لما انا اطلب من مسؤول، اطلب مسؤول كبير واصل في الدولة اطلب منه طلب محترم. يعني ما ينفعش اروح لمسؤول لوزير التموين واروح اقول له اديني باكو مناديل، هل ينفع؟ هل يليق؟ لما اروح له اطلب منه عايز
يعني عايز حاجة كبيرة. مشكلتنا ان احنا مشغلين القديسين كل حاجة في حاجات مش لطيفة ابدا. لا تليق ان انا اشغل ميراجيليس وابو سفين وماري مينا وام العذراء ان انا اشغلهم في امور دنيوية ارضية، ده انا اطلبهم من اجل خلاص نفسي، من اجل الخدمة، من اجل مجد الله. اطلبهم انهم يساعدوني ان انا ابني بيت لربنا، اطلبهم ان هم يساعدوني ان انا انقذ واحد ممكن يهلك، اطلبهم انهم يساعدوني على خلاص نفسي. وقال انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. ما هم دول، هم دول اللي احنا نتشفع بيهم. لكن ما ينفعش كل طلباتنا نجحني في الامتحان، انا عايز رزق كتير، انا عايز اهاجر بره، اصل انا مش عارف عايز البت دي ارتبط بيها، اصل انا عايز الاخ ده مش عارف يحصل له ايه. ايه ده؟ ايه الطلبات دي؟ ايه الطلبات؟ ما ينفعش نشغل القديسين عندنا اشغال لا تليق، وخصوصا ان احنا بنشغلهم هما في حضرة في السماء، هما في الفردوس بيتمتعوا بالمسيح في الفردوس بالتسبيح بحياة الشركة وشركة القديسين في السماء، هم بيتمتعوا بمعرفة الله. ما ينفعش أشغل أنا أم العذراء مريم وأطلب منها طلب، لا أطلب من الملكة إيه؟ طلب يليق. عشان كده مسيحنا علمنا قال أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد ليكم. ما ينفعش نطلب طلبات لا تليق بقداسة وكرامة هؤلاء القديسين. تجري بقى في كتب المعجزات يا إله السماء، يا إله السماء، امسكي بقى وصفي، شوفي ايه اللي يمجد ربنا في ده كله. اللي عندهم في الوانزة طالب ميرجيليس يشتغله، يا عم عندك انفلونزا خد برشامتين من برشام البتاع وخد رست عندك في البيت، بدل ما تتعب القديسين معاك وتشغلهم عن التسبيح بربنا. واحد مش واحد كسلان مش عايز يذاكر وعايز ميرجيليس ينزل يحل الامتحان، يا عم سيب ميرجيليس في مكانه واقعد ذاكر. وهكذا انا مش عارف في حاجة يعني 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 صحيح. انا من كتر ما انا بحاول اعلم، لانه هلك شعبي لعدم المعرفة، اعلم وصحي وواعي، تعالوا نطلب بركة وشفاعة القديسين فيما يليق بهم ويمجد اسم الله، مش في حاجات هايفة وحاجات دنيوية لا تساوي شيء. لو طلبنا مجد الله، الله يدينا أكثر مما نسأل أو نطلب. نستأذن يفتك سيدنا بس نخرج فاصل صغير ونرجع تاني. تفضلي سيسن. نستأذنكم مشاهدي قناة أغيبي، هنخرج فاصل صغير وهنرجع تاني، استنونا. رجعنا لكم مشاهدي قناة أغيبي بعد الفاصل. طب يا سيدنا دلوقتي احنا عرفنا مفهوم الشفاعة، طب بالنسبة لسيدنا الكتب اللي انا بروح المكتبات ولاقيها يا سيدنا كتب معجزات كتير قوي عن قديسين كتير قوي، ده دليل على ايه؟ انت دخلتي في عش الدبابير. هو مريا الشفاعة تتبعها معجزات الشفاعة، بس مفهوم المعجزة ايه؟ وده يعني التقييم الروحي المظبوط للمعجزة. انا في وجهة نظر المعجزة هي اقامة انسان من موت الخطية، هي دي المعجزة الحقيقية. والقديس الانبا باخوميوس قال لتلاميذه عندما تنير الانسان طريقه ليسير في طريق النور فأنت فتحت أعين أعمى، وعندما تعلمه العطاء فأنت شفيت يد يابسة، وعندما تفتح فمه بالتسبيح فأنت شفيت أبكم، وعندما علمته يسمع صوت المسكين فأنت شفيت إنسان أصم، وعندما تقيم إنسان هالك وترده إلى طريق الخلاص فأنت أقامت ميت من بين الأموات. هي دي المعجزات الحقيقية
اللي اتفتح قلب ربنا، ودي اللي السيد المسيح له المجد. قال لتلاميذه: الأعمال التي أنا أعملها تعملوها وتعملوا أعظم منها. هل معقول يا رب أنا أعمل أعظم منها؟ يقول آه، ما أنتوا هتكرزوا باسمي في كل المسكونة، وهتقيموا ناس ميتين كتار، ميتين بالروح، هتردوهم لطريق النور. يبقى ده عمل عظيم جدا. أنا أقمت كم واحد من الأموات، وأنتوا أقمتوا آلاف من الأموات. هو بيفتخر بينا كأننا أولاده، وفي نفس الوقت بيعلمنا مفهوم عظيم جدا للمعجزة. المعجزة الحقيقية هي أن أنا أقيم إنسان من موت الخطية. دي نمرة واحد، دي المعجزة في صورتها السامية. وأنا يوم ما أقدم توبة وأقوم من الخطية ببركة العذراء مريم، بركة وشفاعة القديسين اللي أنا بطلبهم، فأنا عمل عظيم جدا. ودي المعجزة الحقيقية اللي المفروض أسبح الله وأشكر الله عليها. لكن أنا عايز أخدك معايا في, 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 في رحلة قصيرة كده. لما أنا بصلي صلاة الشكر بقول لربنا إيه؟ أشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. طيب لأنك سترتنا، ستر ربنا ده دي معجزة؟ لا، بالأحداث الحالية بيقولوا عليها معجزة، بس ده عمل الله الطبيعي، رعاية طبيعية من الله لينا، لأنه ده الله أبونا، الله اللي فدانا، الله اللي اشترانا بدمه الغالي الثمين. أبويا بيديني أكل وأشرب، دي معجزة؟ لا، ده عمل الله، ده عمل طبيعي، ستر عليا. أنا وأنا نايم اتعريت برد، ماما قامت غطتني، دي معجزة؟ دي رعاية طبيعية. طب وأنا ماشي في الشارع عربية هتخبطني، أبويا راح ساحبني، دي معجزة؟ ده رعاية طبيعية. يبقى سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة، رعاية طبيعية من الله القدوس لأولاده. خد بالك، الرعاية الطبيعية بتشمل الأبرار والأشرار، يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وينزل مطره على الأشرار والأبرار، ويسر ويرعى ويحافظ وينجح ويشبع. دي رعاية، رعاية طبيعية، ما تتكتبش معجزات، ده وضع طبيعي. أبويا السماوي بيرعاني، مش أنا كل شوية أقول له أبانا الذي في السماوات؟ مش كل شوية بقول له كده؟ ففي رعاية طبيعية من الله. وسؤال تاني، جزء شق تاني من الرحلة اللي أنت معايا فيها، لو أنا متضايق من موضوع وتصرفت تصرف غلط مش عارف أقوله لحد، تعب نفسيتي جدا ولا عارف أكل ولا أشرب ومعدتي قلبت عليا وبدأت ما روحش شغلي، وبعدين اتلميت على أب اعترافي، بكيت قدامه وقدمت توبة قدام الله وحكيت معاه وقال لي يا ابني ده صح وده غلط، وطلعت كل اللي جوايا، وأبونا عزاني وأرشدني ونور الطريق قدام عينيا وعاقبني، اداني قانون، قمت مصحصح ومفرفش وطلبت وكلت وشربت، وي دي معجزة ولا دي مفعول سر التوبة والاعتراف؟ مفعول سر التوبة والاعتراف. تمام. قديس يعقوب قال اللي مريض فيكم يدعو قسوس الكنيسة ويصلوا على زيت ويدهنوا وباسم الرب يشفى، وإن كان فعل خطيئة تغفر لي. أنا مريض وبعدت لأبونا، تعالى يا أبونا عمل لي جنديل. أبونا عمل لي الجنديل ودهني بالزيت بعد ما قدمت توبة واعتراف وربنا شفاني. ده أبونا عمل معجزة معايا؟ ده إيه؟ ده عمل السر. ده عمل سر، سر لمسحة المرضى وهكذا. طفل وياما وما أكثرها، يعني أنا شخصيا على مدار 23 سنة اللي فاتت ياما أطفال على وشك الموت
والديه يجيبهولي يقول خد عمده، انزله في المعموديه وادهنه بالميرون، الطفل عينيه تفتح تبقى زي كده ويبقى زي الفل. بصدق وانا صادق اقول كل الصدق، لم تحدث حاله وفاه واحده لطفل من هؤلاء الاطفال اللي جايين لي على وش الموت وانزلهم المعموديه او اخد الميه وبرلش كده حسب ظروفهم، كلهم اصحاء وزي الفل اولاد وبنات. دي معجزه مني؟ لا. ولا ده مفعول سر للمعموديه؟ مفعول سر المعموديه والميرون المقدس وهكذا. يبقى اذا انا تعبان ومضطرب وجلجان، قدمت توبه واعترفت ورحت اتناولت وبجيت في سلام، دي معجزه؟ لا. مش كل حاجه نقول عليها معجزه. تمام. يبقى اذا انا عندي رعايه طبيعيه من الله، وعندي مفاعيل اسرار كنيسه سبعه فيها شفاء مرضى وفيها شفاء مرض روحي وفيها اعمال عظيمه جدا جدا جدا. النقطه الثالثه وهي شفاعه القديسين وحدوث معجزه. بس خدي بالك، المعجزه هنا هي ما يعجز عنه الانسان البشري بكل طاقاته وامكانياته. ليه قلت الاولانيه المعجزه في صورتها المثاليه؟ لان الانسان ما يقدرش يغفر الخطيه. يقدر اي انسان مهما كانت امكانياته يغفر خطيه واحد؟ ما يقدرش. يبقى اذا ده عمل الهي فقط، فهي دي معجزه حقيقيه. ان الهنا بيغفر لنا خطايانا، ودي المعجزه، المعجزه المثاليه. اما المعجزه العاديه، واحد مات وانتن وديله 4 ايام والمسيح جه قوم، ودي معجزه. واحد ملهوش عينين والمسيح تفعل على الارض وصنع من الطفل طينا وطلى به عيني الاعمى وقال له اغسل عينيك وتعالى رجع بصير. هذه هي المعجزات، ما يعجز عنه البشر بكل امكانياته. لو هناك امكانيه 1% لتدخل بشري في حدوث الامر ما بقتش معجزه. فاحنا الكتب اللي انت بتجريها دي يا ترى قد ايه فيها تحت بند الرعايه الطبيعيه لله؟ وقد ايه فيها تحت مفاعيل الاسرار المقدسه؟ وقد ايه فيها شفاعه القديسين؟ وكم واحده فيها تسمى معجزه؟ السؤال ليكي انت، وانت اللي تقدر تجاوبي. وصلت الرساله يا سيدنا. طب يا سيدنا احنا كده عرفنا عن الشفاعة والكتب، طب ايه رأي نيافتك في الاشخاص اللي بيقولوا عليهم بيعرفوا الغيب وروحوا لهم وهيعرفوا لكم انتوا مستقبلكم هيبقى ايه وكده، ايه رأي نيافتك في الناس دي؟ في مثل في بلدنا يقول لك ايه، اللي يخف عجله تتعب رجليه. لا ننكر رجال الله وعمل رجال الله، ما نقدرش ننكرهم، بس رجال الله الحقيقيين اللي احنا تعلمنا منهم أبائنا وخدنا خبراتهم، هم أبائنا. أبائنا علمونا ان احنا نهرب من الكرامة، وعلمونا ألا نفتخر بصنع الآيات والمعجزات، وعلمونا ألا نفتخر بالمواهب. النهاردة الأشخاص دول بيفتخروا انهم بيعملوا معجزات وانهم بيعرفوا الغيب وانهم بيعرفوا مواهب. يا اما ابائنا كانوا غلط وهم صح، يا هم غلط وابائنا صح. السؤال ليكي ولكن انت اختاري، انا ماليش دعوه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ابائنا علمونا، وزي ما انا قلت في اول الحوار معاكي، عندنا امكانيات اطرحها قدام ابي الروحي الشيخ الذي تمرس في حياة الجهاد وأصبح عنده خبرات، وسمعني وسمع فلان وسمع فلانة وسمع ده وسمع ده وسمع ده وسمع ده، بيجي شيخ مختبر أطرح عليه المشكلة بتاعتي وأخد رأيه من خبراته ومن روح الله العامل فيه.
يقول لي مشورة لا يفرضها علي. يقول لي يا بنتي الولد ده مناسب ليك، ينفع، انا شايف ان هو مناسب او غير مناسب، بس انت كلامه مش الزام، عندي مشروع رايح اعمله، عيب ان انا اروح وانا رجل تاجر وانا رجل بفهم في السوق واروح اقول يا ابونا فلان ولا يا انبا فلان ولا يا امنا فلانة ايه رأيك اعمل المشروع ولا ما اعملوش؟ يعني ايه ده؟ مسيحنا علمنا وقال وانت داخل حرب اجلس واعمل ايه؟ واحسب النفقة، اجلس واحسب النفقة، انت داخل بيع وشراء، ادرس السوق وادرس الامكانيات وادرس المنافسين وادرس 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 وبعدين خد قرار. القرار ربنا يباركه، روح خد بركة ابونا، قول يا ابونا باركني وانا فكرت في كذا كذا كذا، ربما ابونا يكون عنده خبرة من اشخاص اخرين، مش معرفة غيب، لانه في مشكلة خطيرة جدا لازم ناخد بالنا منها. كيف نميز بين الأرواح؟ قالوا امتحنوا الأرواح وتمسكوا بالحسن. مش كل واحد ادعى انه يعرف الغيب بيجي قديس، لا، مش كل واحد بيتكلم عن المستقبل بيجي قديس، مش كل واحد بيصنع معجزات بيجي قديس، لا، القداسة هي قداسة السيرة، السلوك والسيرة، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا إيمانهم. نهاية السيرة، السيرة دي مهمة. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. قداسة السيرة، قداسة السلوك، هم دول المقياس بتاع القداسة اللي خليني أروح أخذ بركة وأصغي وأخذ الكلمة وأنا فرحان وأنا مطمن، لكن ملغيش إمكانياتي والعجلي، ده كلام مش منطقي، إلا لو أنا بقى عندي درجة تسليم وإيمان 100%، لو عندي خلاص على إيمانك يكون ليك، لكن أنا دلوقتي النهاردة أروح أجري ورا واحد يقول أنا بعرف الغيب؟ طب السيد المسيح له المجد قال هيجوني في اليوم الأخير ويقول يا رب ليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين واسمك صنعنا قوات، تنبأنا وأخرجنا الشياطين وصنعنا قوات، يقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم. الله، طب ما دول أنا بعتبرهم قديسين هنا على الأرض، يبقى إذن مين الفيصل بين دول وبين اللي السيد المسيح يقول لهم ادخل إلى فرح سيدك؟ السلوك والسيرة. سلوكه ايه هذا الشخص؟ وسيرته ايه هذا الشخص؟ والثمر بتاعه ايه؟ من ثمارهم تعرفونه. لا تغيب عقلك، منفعش ان احنا نغيب عقلنا ونرجع نقول اصل الناس قالوا عليه، ملحاوي الناس كلها بتجري عليه، الساحر الناس كلها بتجري عليه، ماتش الكورة الناس كلها بتجري عليه. ليس العدد مبرر لصحة الأمر. ياما أدخلوا نوادي فيها ألوف ألوف من الشباب، يعني هو ده اللي صح؟ نوادي للتصرفات الغلط وخصوصا في بلاد بره، وغيره وغيره وغيره، ياما تجمعات بمئات الألوف من أجل أمر خاطئ. أنا رحت بلد مرة ولقيت مظاهرة للشواذ، يعني ألاف مؤلفة، هو ده صح؟ يبقى هم دول صح؟ يبقى إذن ليس الكسرة العددية بيقولوا إن فلان ده رجل مش عارف إيه، يبقى نجري وراه. من فضلكم امتحنوا الأرواح وتمسكوا بالحسن، نمرة واحد. نمرة اتنين اسأل على السلوك والسيرة. نمرة تلاتة لا تلغي إمكانياتك لما تروح تسأل أبونا ده هون ولا الشخص اللي انت رايح له ولا الشخص اللي انت رايح لها، شوف امكانياتك ايه ولا تأخذ الامر مسلم. ده احنا الانجيل بيقول لنا ايات صريحة وما بنسمعش الكلام، كلام رب المجد بنفسه بيقول هو ده صريح واحنا ما بنسمعش الكلام، ما نروحش ننفذه.
نسمع لكلام واحد او واحدة قالوا عليها ممكن احتمالات ولا لا انها تبقى قديس او قديسة، ونسمع نغمض عينينا ونعمل ننفذ الكلام بالضبط. انا دايما اقول حتى الاباء الكهنة عندي في الإبرشية، خد ودي مع ابنك، علي ابنك لمستواك في الفكر وخليه هو اللي ياخد القرار. لو القرار طلع غلط يقول انا اخطيت، ما انا اللي خدته، ويصلح من نفسه ويعدل من نفسه. لا تغيب عقل ابنك، ما ينفعش نغيب عقول ولادنا ولا ارادتهم ولا امكانياتهم، ما ينفعش، خصوصا في الامور الحياتيه، امور الزواج وزي كده امور المستقبل، اختيارات الكليه. يعني يجيني ولد يقول لي ادخل انهي كليه؟ يا ابني اللي انت تنجح فيه، اللي انت تحبه. ادخل قسم علمي ولا قسم رياضه ولا قسم ادبي ولا قسم ايه؟ يا ابني اتجاهاتك ايه وامكانياتك ايه؟ نشوف نتناقش واخد ودي معاه وهو اللي ياخد القرار في النهايه. لكن ما ينفعش انا افرض عليه او اقول له. غالبيه اللي بيفرضه هو بيقول كلمه، لا انت ما تاخديش ده، لا انت خد دي، لا اصلا، ويدعي انه يدخل يصلي ويطلع، او يصوم 3 ايام ويرجع يقول القرار، او ما. ادعاءات ليس لها محل من الاعراب في الحياه الروحيه على الاطلاق. انا من خلال القناه بقول لكل اولاد الكنيسه، خدوا بالكم، مسيحنا بيحبنا وبيحترمنا ويحترم ارادتنا. ده مسيحنا بنفسه لا يقحم نفسه على انسان بدون ارادته، واقف على الباب اقرع، ان فتحت وما فتحتش، طب يا رب ما انت تقدر تفتح الباب وتدخل، يقول ما تدخلش بدون ارادتك. حريتك حريتك وارادتك. يا اورشليم يا اورشليم كم مره اردت ولم تريده. وكان يسال المريض اتريد ان تبرأ؟ الله يا ربي ما انت شايفني مرمي ومحتاج ان انا، يقول لي يا ابني ارادتك لها كرامه شديده عندي، ارادتك ده اجمل عطيه اديتها لك وميزتك بيها دون باقي الخليقه. ازاي احنا نلغيها؟ ازاي هذا الشخص القديس يلغيها لي؟ ازاي؟ نحن لا نتفاوض مع اباء اعترافنا اللي عارفين حياتنا في الامور الروحيه. لما اب اعترافي يقول لي وصيه، حاضر ليا طاعه عشان اب اعترافي، لكن الامور الحياتيه لازم يبقى في نقاش، اتناقش واتفاوض واسال واخد خبره واتروى واخد انا القرار، مش حد تاني ياخد القرار. عشان كده انا مش عايز اي حد من ولاد الكنيسه يسمع فلان بيعرف يطلع ويجروا، ده كلام مش في محله ابدا. ان سمعت ان في مرشد روحي يعرف يقودك في طريق التوبه حلو، يتوبك ويعيشك حياه روحيه مقدسه، اتفضل. طبعا ما اقدرش اقول لك لا، لانه ده هيقودك في طريق التوبه، لكن يعرف لك المستقبل، المشروع ده هينجح ولا لا، انت هتسافر ولا مش هتسافر، هتهاجر بره ولا مش هتهاجر، هتاخد البت دي تبقى من نصيبك ولا مش من نصيبك، ولا هتاخد ده ولا لا. ده كلام كله ليس له محل اعراب في الحياه الروحيه المسيحيه ولا في الحياه المسيحيه بصفه عامه، دي كلها بدع دخيله على الكنيسه. ميرسي قوي سيدنا للقيم والحاجات الجميله ان نيافتك سمعتنا النهارده، واحنا كده ما نهناش حديثنا ليه تكمله تاني. وبنشكر كمان مشاهدي قناة أغابي إن هم سمعوا القيم السمينة اللي قالها سيدنا النهاردة، واستنونا في تكملة الحلقة المرة الجاية.